شوف معايا اخويا هنا دوفونسيت ان كات ايسونس جوانت كيوس كيفاه ولا هادي كاع من الانسان كيستهزا يبقى يزيد الماء شوف لو كي تكون عندك لافويت تحس بلي كاين لافويت تبقى تزيد الماء تحسب انت عندك بالك بوشون ولا عندك فويت في اللوطو ولا ودي فوا ما تبينلكش السخانه في الاول هذا كي مولاها حتى من بعد بينت له السخانه سما عاد اليوم بينت له السخانه هذا باش كي اللي قوي يطلع بقى تلفولي هذا باش دخلها هنا قعد جوانت كيلا تتفتت راك تشوف شكون داير ولا ما كان جوانت كيلاس هذا صحه شوف معايا هنا شو ولات دايره هذا هنا قاعد بوشه بلوك جيبو توني فيز فاهم كيف يرد جوانت كيلوس كي يحضر دايما الانسان اللي عنده لافويت يجيري فيه ما يستهزاش خاطر العواقب تولي وخيمة هذا هنا البلوك ها هو كحال البلوك توشا ماشي غير جوانت كيلوس ولا كيلوس هم هنا دافور هم هنا وكان عنده المؤشر في الاول كان زعما باينه ايوا الشباب بالك ما عرفش ولا ما استهم فيه فاش شوف معايا هنا ورا المؤشر تجي معايا هنا هاو تشوف معايا هنا سي عبد القادر شوف هنا وين راحت هنا كنت تمشى كيلاص مع بلوك شوف هنا كيرشات شو اللي كان يبان لك هذا مليح هنا نعمروها عند تورنار ويعاود يعطيها باس على حساب العبر اللي عنده اللي ضمن ديالو نشوفو كيفاش ليسونسيال هذيك هنا وين راحت هنا كش ولات فوق تنتكلات هذا كلشي من الماء كلشي مولي للماء العوجيه هنا هاد العوجيه كاع تريكل كاع كلشي تريكل كي تكون مكليه هنا صافي تنتكل هنا ولا هنا ولا في اي بلاصه تعمرها وتمسح وتريقل بصح ماشي كما تكون لا ماتير تاعها دوريجين هذه هضرنا عليها ونشوفوا السبب الرئيسي اللي خلى السبب الرئيسي اللي خلى شوف معاه كي تشوف هنا عندك مايونيز كريم فلتريار ولا حاجه ولا عرف بلي عندك حاجه عرف بلي عندك الخلاط نتاع الماء ولا تشوف هكا هادي كاع المشكل يكون باين خدموها لمولاها وطلبوها التسخير كان عندها بشي ما كانش خدموها له والله يسخر له والسلام عليكم.